انا في الاول كنت كنعرفه عادي بحال المغاربه كاملين، ولكن واحد النهار تفاجات انه عيط لي باش نخدم معاه في واحد الاشهار. طبعا عجبني الحال ووافقت، ومن بعد انطلاقا من الفكره ديال هذيك الاشهار بغى يدير واحد السلسله كوميديا كتنطلق من هذيك الفكره، وطلب مني واش ممكن انني نكتب هذاك السيناريو ديال السلسله. في الاول جاتني فكره شويه صعيبه، من بعد قنعني بان ممكن نكتب. كتبت السيناريو وعرضته عليه وعجبه، وبدينا التصوير ديال السلسله، واللي كان هو دار الاخراج، انا كتبت السيناريو بجوج بينا متسنى. كاين واحد السلسله سميتها شانيلي تي في، كيعرفوها المغاربه كاملين، فيها واحد الفقره سميتها موستالجيا. كل حلقه كان كيجيب بيرسوناج كيدوي على راسو، ولا كيدير معاه طارق البخاري انترفيو. كاين واحد البيرسوناج سميتو نحول، هذاك نحول هو اللي كيضحكني. طبعا كيضيف لي الكثير، هو ممثل كبير واي واحد كيحلم انه يشتغل معاه، وانا من هذوك الناس اللي كانوا كيحلموا شي نهار يشتغلوا معاه، واستفدت منه بزاف، شجعني في الكتابه واعطاني الثقه في راسي، تولي دابا كنامن براسي زعما كوحده ممكن انها تكتب الكوميديا. دونك حسن الفد ضاف لي بزاف ديال الحوايج الزوينين. من بعد سلوى الزبير مؤخرا طلب مني باش نتعامل معه في مشروع جديد، ولكن انا عندي واحد عمل مسرحي، وعندي اعمال اخرى، وعندي واحد السلسله كنكتبها ديالي، وكنتمنى انه يكون الوقت اللي خليني نقدر نعاود نتعامل معاه مره اخرى، حيت تجربه اخرى تضيف لي بيان سور، تضيف لي الكثير.